صباح الخير مشاهدينا الاعزاء، يعطيكم العافيه واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من فقرتنا الرياضيه. اليوم بدنا نحكي عن تمارين منوعه على كافه عضلات الجسم بهدف الحصول على جسم متناسق وجسم رياضي. طبعا قبل كل تمرين خاصه مع الاجواء الشتويه والبرد لازم نعمل احماء. الاحماء ممكن يكون مشي جانبي او مشي في المكان من لمده دقيقتين او ثلاث دقائق. طبعا انا عملت احماء وجاهز للتمرين. هلا اول تمرين راح ناخده راح يكون استعمال الدامبلز، بسموا التمرين هذا جود مورنينج بوزيشن او تمرين صباح الخير. الوضعيه بتكون الوقوف بالطريقه هاي، خلينا نعمل هيك عشان كل المشاهدين يشوفوا. الرجلين مسافتهم على قد عظم الحوض، الدامبلز بكون بالطريقه هاي، راح انزل بالشكل هذا لحد ما اصل لتحت الركبه وبرجع له مستقيم. خلينا نعمل الطريقه جانبيه عشان الكل يشوف مزبوط التمرين هيك وبنزل. لازم نراعي انه دائما الدامبلز يكون ماشي مع محاذاة الرجلين. نبدا بالعد، واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ون مور عشرة. هلا التمرين اللي بعده راح نخلي نفس الجسم منحني بنفس الطريقة، بس الوزن راح يكون محاذاة الركب هون بالطريقة هاي. لازم يكون الرقبة مستقيمة والنظر للأسفل عشان نحافظ على سلامة العمود الفقري. بالطريقة هاي نبدأ العد، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة آخر عدة عشر. تمام، هلا التمرين اللي بعده برفع الدامبلز هيك باتجاه الراس، الرجلين مفتوحين شوي لقدام بالطريقة هاي. راح ننزل بحيث انه الكوع يكون موازي للركب وبرجع واقف من جديد الطريقة هاي. يلا نبدأ العد، هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة ون مور عشرة. كويس، خلي الايدين نفس الوضعية. هلا لفوق تمرين اكتاف امامي لفوق، واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. تمام، هلا التمرين راح نعمله يسمى تمرين مركب من التمارين المركبة. تمرين مركب يعني انه بنعمل اكثر من تمرين بنفس الوقت. بهذا التمرين ناخذ سايد هون يمين رافع اليمين، راح ننزل للامام مع ثاني الركبة مع حفاظ هاي الرجل ممدودة الطريقة هاي هيك. اتفقنا هيك، ننزل بعدين نطلع لفوق، هاي عدة بعدين ننزل نفس الطريقة، هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة. هلا ون مور ثمانية جود. هلا بناخذ السايد الثاني بالعكس عشان نعمل الجهة المقابلة نفس التمرين،
واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة آخر عدة ثمانية. هلا نترك الدامبلز شوي على الأرض، نعمل تمرين هلا أرضي، ننام على الأرض الطريقة هاي، نشد الأرجل، نشد الأرجل، نعصر الأرداف، نرفع رجلين في الهواء هيك الطريقة هاي، اليدين مرتفعين هيك بالطريقة هاي. رح نعمل واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة آخر عدة عشرة. تمام. هلا التمرين اللي بعده يسمى تمرين المنشار، الطريقة هاي واقفين، ناخذ خطوة للأمام، الرجل الخلفية مستقيمة، وهون بنركي الدامبلز بالطريقة هاي زي كأنك تستخدم منشار بالضبط. طلع تمرين كيف؟ واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبعة ثمانية. هلا ناخذ الدامبلز معاه عشان نزيد الوزن، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية. هلا نحول للجهة الثانية نفس الطريقة، خطوة للأمام، ثاني الركبة الأمامية خلفية مستقيمة نفس الطريقة، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية. هلا نزيد الوزن نفس الشيء نفس الحركة الأولى، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية. تمام. هلا التمرين اللي بعده يسمى بايسبس سومو بوزيشن، يعني الوقوف وبضعية السومو، رجلين مفتوحة، الأمشاط لبرا، اليدين بالطريقة هاي هون. رح نعمل ايد زاوية 90، نثبتها بالطريقة هاي، نلعب. واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية. هلا بنحول للجهة الثانية، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية. هلا الإيدتين مع بعض من هون لنص نص طلوع هيك بالضبط، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبعة. one more هيك من هذا التمرين. طبعا كلياتنا ملاحظين انه عشان الطاقة اللي تحررت وحرق الدهون بلش الواحد يرى. هلا ايدينا للاعلى، تمرين للعضلة الثلاثية الرؤوس بالخلف، ضرية هاي، واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية. هلا بنحول للذراع الثانية نفس الطريقة خلف الرأس، واحد اثنين ثلاث أربعة
خمسة، ست، سبعة، ثمانية. هلا بهيك نكون خلصنا التمارين. راح نختم تمارين معدة. تمارين معدة بسيطة. ننام على الفرشة على الأرض. الطريقة هاي. نرفع الرجلين لأعلى. إيدي خلف الراس. بالطريقة هاي. راح نعمل تقاطع في الرجلين بشكل مستقيم هيك. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. بنعمل هون في الهواء هون. تمام. التمرين اللي بعده هلا رح نعمل حركة مقصية جانبية رجلين بالهواء بنفس الطريقة. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمانية. وهيك أعزائي المشاهدين وصلنا لختام فقرتنا الرياضية. بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، وأمين نلقاكم مرة ثانية بحلقة جديدة من فقرة الرياضة. صباح الخير، يعطيكم العافية.